بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لمعالي وزير التعليم العالي الأستاذ علي الأديب والدكتور صالح الحسناوي عضو مجلس النواب العراقي وتحية لكل المشاركين ولكل الجهود التي بذلت من أجل إنجاح مؤتمر التعليم والتكنولوجيا العراقي أن وزارة التربية من أكثر الوزارات العراقية التصاقاً بالعائلة ولذا اعتمدت سياسة نشر التعليم بما يحقق تكافؤ الفرص ولمختلف الشرائح إذ بلغ عدد التلاميذ والطلبة وللمراحل الدراسية المختلفة 8 ملايين تلميذ وطالب وهذا تطلب تحديث وسائل التعليم في العراق لذا شرعت الوزارة باتباع برامج جديدة لم تكن معهودة سابقا وهي جودة التعليم من أجل ارتقاء بالتعليم العام والشروع في استخدام الوسائل التعليمية والحواسيب والإلكترونيات والمزاوجة بين الجوانب النظرية والتطبيقية للمناهج ورفض المكتبات بالمصادر العلمية والبحوث التي تعالج المشكلات والتي تقف أمام تطوير العملية التربوية بالإضافة إلى تشخيص الواقع التربوي وإعداد الأهداف والغايات والخيارات الاستراتيجية والبرامج التي تحقق تلك الأهداف والغايات والتعرف والاطلاع على الاستراتيجيات الإقليمية والدولية إضافة إلى استخدام الأساليب الحديثة في متابعة الخطط والوقوف على الانحرافات فيها والإنجازات وتطوير الهيئات التعليمية والتدريسية وأساليب الاختبارات والامتحانات الحديثة التي تقيم مهارات التلاميذ والطلبة حيث نأخذ في نظر اعتبار التعليم والتعلم بارك الله بجهودكم وشكرا جزيلا